دكتور كوريب حسام، طبيب جزائري مقيم في فرنسا في مدينة ليون. أنا طبيب متخصص في الجيرياتري اللي هي علم الشيخوخة والتأهيل الطبي. نخدم بزاف على الأمراض العصبية، الأزهايمر، مرض باركنسون، وهو تخصص جديد وإن شاء الله بإذن الله يكون عندنا يعني ندخلوه هنا للجزائر. أنا رئيس جمعية الصداقة الشعبية الجزائرية وللمقر تاعها في ليون. هي جمعية تخضع إلى قانون خارجي، ولكن هي الجمعية الوحيدة المعتمدة في وزارة الداخلية. نشكر السلطات الجزائرية اللي يعني ساعدتنا وأعطتنا هذه الثقة. هذه الجمعية هي جمعية جاءت بفلسفة جديدة. هذه الفلسفة هي نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع الأطباء إخواننا في المستشفيات الجزائرية وحتى الممرضين، فالعمل معهم يعني يكون على أساس تطوير تقنيات جديدة أو تقنيات غير متطورة بالكم الكافي. نشاطات الجمعية عندنا 10 سنوات من التواجد. نقوم بما يسمى بالأسابيع الطبية الجراحية. عندنا أكثر من 10,000 عملية جراحية على مستوى المستشفيات العمومية، يعني نخدم فقط في المستشفيات العمومية. خدمنا في المستشفيات الجامعية وخدمنا في أيضا ليزو بي اس بي ولا ليزو بي اش على المستوى الوطني. فنعمل حنايا زيارة تفقدية مع بروفيسور فريد فرحي اللي يمثل الجانب الجراحي وأنا نمثل الجانب الطبي. فنتصل بالسلطات الجزائرية بالولاية، نفوتوا على مدير الصحة، ومن بعد يكون عندنا لقاء عملي مع الأطباء والجراحين والممرضين حتى نشوفوا ما هي الخدمات اللي نقدر نقدموها، ما هي التقنيات اللي نخدموا عليها. الحمد لله في هذه 10 سنوات دخلنا تخصص جديد اللي هو جراحة الأعصاب عند الأطفال. أي كان عندنا تعامل أيضا مع جمعيات، نتعامل مع جمعيات اللي متخصصة في هذا المجال، وأيضا دي سوسيتي سافونت في الجزائر، منها جمعية جراحة الأعصاب اللي ترأسها البروفيسور بلبنا. فكان عندنا نخدموا معهم على أساس تطوير تقنيات جديدة أو هذه المصلحة. فمستشفى عين تموشنت هو مستشفى نموذجي لعمل الجمعية. الآن احنا نطوروا مع البروفيسور فرح أول وحدة تكون في إفريقيا أو في العالم العربي متخصصة في جراحة الأعصاب عند الأطفال. يعني هذو الأطفال اللي عندهم أمراض السرطان، عندهم أمراض يعني خطيرة، فنعملوا هذه العمليات النوعية، ولكن مش الكم هو اللي مهم بالنسبة لنا. الأهم بالنسبة لنا هو نقل المعرفة، ولو يكون لعدد قليل في الأسبوع الطبي الجراحي، لكن هذاك الطبيب أو الجراح اللي عنده هذه التقنية يقدر خلال السنة يقوم بآلاف العمليات. خدمنا في جراحة القلب عند الأطفال في ذراع بن خدة، خدمنا في مدينة العلمة، خدمنا على جراحة أيضا دقيقة جدا وهي جراحة المسالك البولية عند الأطفال. طورنا أيضا في مدينة برج بوريليج أيضا وحدة متخصصة في جراحة المسالك البولية عند الأطفال. خدمنا في واتسوف. عندنا اهتمام بكل المستشفيات على المستوى الوطني، ولكن عندنا حنين إلى منطقة هي منطقة الجنوب. فمنطقة الجنوب وهذه كانت يعني اهتمامات الدولة الجزائرية ورئيس الجمهورية من الأول، قال لازم الجنوب نعطيه يعني قيمته وحقه. فلهذا عندنا توجه في هذا الإطار. والحقيقة كنا في ورقنا مؤخرا فيما يخص التوحد، ما يسمى بطيف التوحد اللي هي ظاهرة راها عالمية الآن. عندنا يعني مع جمعية ورقلة نخدموا معاهم على هذا الأساس. كانوا حضروا ولاية أخرى من أم البواقي، من جلفة، من منيعة أيضا. فعندنا أيضا في هذا المجال اهتمام كبير بالجنوب. خدمنا تيميمون، خدمنا أضرار، خدمنا تمرسط، خدمنا عديد من عين الصفراء، المشرية، الأبيض سيد الشيخ، حتى المناطق تاع البنود، يعني مناطق ما فيهاش فيها 10,000 ساكن أو هذه، ولكن عندنا اهتمام بكل المصالح العمومية على مستوى الوطن. فيه أغلبية هم أطباء جزائريين، وهذه نقطة مهمة لأن الجزائر ونقول الله يخلف على الشهداء رحمة الله عليهم، الجزائر قراتنا، وهذا ولا شيء يعني ولا 1% من اللي عطتنا الجزائر. فكونتنا الجزائر، وأغلب الأطباء الجزائريين اللي راهم في المستشفيات العالمية وخاصة في فرنسا
هم تكونوا في المدرسة الجزائرية. عندنا أكثر من 15,000 طبيب جزائري في المستشفيات الفرنسية، ولو هاد الأطباء يحبسوا يوم فقط المستشفيات الفرنسية تحبس. وهذا كان نقطة مهمة، لأن احنا كنا نستقبلوا أطفال يجيوا إلى فرنسا أو مرضى، ولكن كي يمشيوا المستشفى يجبروا جزائري هو اللي يعالجهم. فقلنا الأفضل أننا نمشيوا إلى الجزائر، نتعاملوا مع المستشفيات، ونشكر الأطباء الجزائري اللي فتحوا لنا المجال، فتحوا لنا القلوب تاعهم على أساس أننا ندخلوا للمستشفيات ونعملوا عمليات جراحية معهم ونعملوا فحوصات طبية. إذا الطاقم الطبي هو مكون من 80% من جزائريين، فيه ما يسمى كما كان يقول الغزالي رحمه الله الأوروبيون من أصحاب الفطرة السليمة، ففيه فرنسيين أصدقاء معنا يحبوا الجزائر، فيه إيطالي، بروفيسور موتوليز اللي راه يطور اليوم أول وحدة متخصصة في جراحة الأعصاب عند الأطفال هو إيطالي، وراه يجي كل شهرين منذ 10 سنوات، يعني الآن تعرف على التقاليد الجزائرية وأصبح يعني جزائري 100%. فيه ألمان أيضا، فيه من بلجيكا، لكن عنصر البشري 80% هم أبناء هذا الوطن. جائحة كوفيد 19 كانت يعني تجربة عصيبة بالنسبة لكل بلدان العالم، لكن احنا عشناها بطريقة خاصة، لأن كنا عن بعد، كان موالينا هنايا، وكي نقولوا موالينا هنايا بالنسبة لي كل الشعب الجزائري بكل أطيافه هم موالينا، هما ناسنا، هما لأن اللي يحب الجزائري يحب كل جزائريين. فكنا عندنا يعني كنا خايفين، كنا نشوفوا يعني في العائلات نتاعنا رغم المجهودات اللي كانت هنا تاع الأطباء، مجهودات الدولة الجزائرية، ولكن احنا كجزائريين وعندنا حق في هذه البلاد، فقلنا لازم نساهموا في هذه الجائحة. ولبينا النداء نتاع الأطباء الطبيب الجزائري، لأن كان 30% من الأطباء تصابوا بالكوفيد، وهذا ماشي خاص بالجزائر، كل بلدان العالم حتى أمريكا، حتى أكبر الأنظمة الصحية في العالم كانت تعاني، لأن العنصر البشري كان يعني عنده مشاكل. فلبينا النداء وجينا هنا الجزائر وجبنا يعني حاجة نوعية اللي هي لي زاباراي، هادو الآلات نتاع الأوبتيفلو، هاد الآلات تاع الأوبتيفلو يمدوا يعني 60 لتر بالدقيقة، وما والإنسان يبقى فايق، يقدر ياكل يقدر يشرب. فقمنا في ظرف أسبوع أو أسبوعين، الجالية الجزائرية ساهمت عبر التاريخ خاصة في الثورة الجزائرية، وين 90% من الأموال اللي كانت تجي للثورة الجزائرية كانت تجي من الجالية. فكان طبيعي أننا في ظرف 3 أيام أو 4 أيام جمعنا أكثر من 600,000 أورو، وجبنا هذه الأجهزة وجبنا الفريق اللي يشرف على هذه العملية. كنا دخلنا في صراع مع الزمن، لأن سباق مع الزمن، لأن الموجة الثالثة كانت قوية، ولهذا جينا هنا الجزائر بهذا الفريق، وفي 45 يوم وحنا من ولاية لولاية ومن مستشفى لمستشفى كنا نرقدوا ساعتين في اليوم، والحمد لله توفقنا، كان تجاوب كبير، وقمنا كان حتى بروفيسور من ريانيماسيون جا من أمريكا وجمعنا على أساس أننا نكونوا ونعملوا معهم في المستشفيات. وتوجت هذه العملية بنظرة محبة ونظرة احتواء من رئيس الجمهورية اللي نظم عشاء على شرف الجمعية، وكان هذا يعني بالنسبة لنا رغم التعب رغم المشاكل ورغم الخطورة، أن كاين اعتراف بدور الجالية وباللي انتم أولادنا، ونعطيكم هذا الاستقبال. وكنا الجمعية الوحيدة اللي استقبلت يعني الجمعيات الأخرى أيضا قامت بكل واحد بدوره، لكن احنا كنا جمعية عندنا يعني تنظيم قوي في هذا المجال، وكانت قوة هذه العملية توجت بهذا اللقاء. ونشكر رئيس الجمهورية على هذا الاهتمام اللي خلانا من بعد قولوا بلي لازم نكملوا في هذا المسار. نقوم بعمليات يعني حساسة على حسب الطلب تاع المستشفى وعلى حسب الإمكانيات. احنا في الطبيب الجزائري عنده كفاءة عالية، لكن ممكن بعض الأحيان طبيب اللي يكون في منطقة معينة ما يكونش شاف يعني بعض الأجهزة، كاين بعض الأجهزة اللي ما تكونش كاينة في المسار تبعه، ولهذا حنايا الهدف تاعنا أن نقرب هذه التقنية من المواطن. لأن تكلمت عن الجنوب، بالنسبة للجراحة بالمنظار يعني ممكن واحد يكون ساكن في منطقة أضرار لازم يجي هنا للعاصمة، يعني فيه مشاكل مادية، فيه شكون يستقبله هنا في العاصمة، فيه الرونديفو باش يمشي يدير جراحة بالمنظار. فاحنا من بين الأشياء اللي طورناها هنا في الجزائر
هي الجراحة بالمنظار. حتى اليوم اشتغلنا في مستشفى الرمشي بتلمسان، هو مستشفى عمومي، فجبنا فريق متكون من 45 يعني بين طبيب وجراح وأطباء متخصصين في التخدير، واشتغلنا معهم 15 يوم بدينا بطهارة باش يبارك لنا ربي. واليوم المستشفى الآن ولا نموذجي في جراحة الأمعاء بالمنظار، حتى جراحة السرطان تاع الأمعاء بالمنظار، وهذا في حد ذاته تطور كبير ونقلة نوعية في ما يخص الجراحة. بالنسبة لجراحة القلب عند الأطفال، يعني قبل الكوفيد كنا تعاملنا مع ذراع بن خدة في تيزي وزو على أساس تطوير هذا التخصص اللي كلف مبالغ يعني كبيرة بالنسبة للدولة باش تخرج هاد الأطفال إلى الخارج. فعندنا برنامج إن شاء الله من بعد الكوفيد باش نكملوا في هذا المجال، لأن الكوفيد يعني حبس أشياء كثيرة يعني عالميا. فنخدموا في 32 تخصص في الجزائر على حسب الطلب، جراحة الأعصاب يعني جراحة المسالك البولية، وعندنا أيضا مشروع كبير في مدينة سعيدة. مدينة سعيدة نخدموا منذ 4 سنوات على برنامج الشفة الأرنبية، فكل شهرين عندنا فريق طبي يجي من أجل يعني العمليات وأيضا نقل المعرفة. فاليوم على حسب الطلب، على حسب الحجم تاع المستشفى، على حسب الطبيب اللي يكون معنا، على حسب الأجهزة أيضا اللي تكون متوفرة في المستشفى. هي في عمليات صعبة يعني قمنا بها، في خاصة جراحة دقيقة في بالنسبة للسرطان الدماغ، ولكن العملية اللي أنا تأثرت بها كثيرا هي بنت يعني في عمرها 18 سنة كان عندها تشوه خلقي في المسالك البولية، يعني في كل جهاز التناسلي والجهاز المسالك البولية. العملية قعدوا فيها يعني 12 ساعة في مدينة العلمة، يعني حتى البروفيسور اللي كان يعمل العملية يعني هو يعني كان قاعد يعني في مرحلة من مراحل يعني تعب كثير، يعني ما كانش قادر يكمل العملية. ونجحت العملية الآن الحمد لله، والبنت يعني الحمد لله راه مليحة ما عندهاش مشاكل. فكانت عملية 12 ساعة يعني 12 ساعة يعني كبيرة بزاف، من هذه من بين العمليات اللي تأثرنا بها. فيها طبعا دائما الأطباء الجزائريين. والله بالنسبة للقانون الأساسي احنا ما زلنا ما تعرفناش على المحتوى الحقيقي لهذا، لكن الالتفات تاع رئيس الجمهورية هو اهتمام بهذه الفئة اللي سماها ايضا الجيش الابيض في الكوفيد، ولكن نتمنى ان شاء الله يكمل السيد الرئيس في هذا الاهتمام بقانون خاص في الوظيفة العمومي. هذا هو الطلب بالنسبة للأطباء، واظن انه اذن ساغية يعني كي توصلها المعلومة رئيس الجمهورية يعني ما يبخلش أبناء الوطن، ولمسناها من خلال القرارات اللي رفضها. فهذا القانون الأساسي هو بداية، لكن إن شاء الله يكون تكميل في قضية بالنسبة للوظيفة العمومية. شوف احنا المشكل الأساسي هو مشكل مادي، لأن الجمعية رفضت كل التمويلات اللي يعني تكون مسيرة. احنا يعني هدفنا هو المريض الجزائري، هو الطبيب خونا اللي في المستشفيات اللي نتعاملوا معه من اجل يعني تطوير تقنيات او وحدات جديده. ففيه الجانب المادي لان فيه تكلفه، فيه تذاكر سفر، فيه اقامه، فيه وحنا الاطباء كلهم ما ولا واحد يتقاضى اجر، ما عندناش يعني واحد يتقاضى اجر في الجمعيه. يعني كاين اطباء جزائريين يرفضوا يعني عطل بدون يعني غير مدفوع الثمن ويجيو هنا للجزائر من اجل اجراء عمليات جراحيه. هذا مشكل اول. المشكل الثاني هو بالنسبه لوزاره الصحه، يعني رغم التسهيلات اللي قدموه لنا رغم يعني، لكن يبقى مشكل في عندنا يعني شاك فوا نجيو هنا للجزائر رغم اننا معتمدين من وزاره الداخليه، يعني من الناحية الأمنية يعرفوا بلي هذو أبناء الوطن وعندهم غيرة للجزائر، وإلا ما كناش نديو هذا الاعتماد. لكن احنا نفوتوا يعني كل مرة نفوتوا بالوزارة من أجل أنهم يمدونا يعني لوتوريزاسيون. يعني الآن فيه يعني فيه مدير صحة في كل ولاية، فيه مدراء وسيدي كادر أجرية في المستوى، فيه أطباء يقدروا يعرفوا ويعبروا عن المطالب نتاعهم. ف يعني ان شاء الله يعاونونا في هذا المجال باش تكون
الحقيقة كان وعد الوزير بهذه التسهيلات، فماذا بينا إن شاء الله نمشي فيها على أساس نسرع العملية، لأن هذا الأمر حنا اليوم رانا نجيو طلب كبير على مستوى الوطن، يعني على مستوى الأطباء، وحنا نجيو نعملو أسبوعين، فممكن هاد لوتوريزاسيون هما يجتمعوا مرة في الشهر، فحنا تشكل لنا مشكل لأن لازم نعطيهم يعني الأوراق نتاع الطبيب، فإذا كان ممكن أن نتعامل مباشرة مع مديرية الصحة في الولايات هذا يسهل لنا ويخلينا نعملوا عمليات أكبر. بالنسبة لهجرة الأطباء العام يعني سنة 2023 هاجر أكثر من 1200 طبيب إلى فرنسا. كاين هجرة أخرى ممكن ما راهش معلومة يعني الجميع، هي هجرة إلى ألمانيا. ألمانيا أعطت تسهيلات كبيرة بالنسبة للأطباء الجزائريين. في 2019 كان أكثر من 3200 طبيب جزائري متواجد في ألمانيا، واليوم كاينة هجرة إلى السعودية، كاين أطباء بزاف يعني لأن يعني الطبيب الجزائري عنده كفاءة. فللأسف الشديد رغم أن كل هاد يعني هاد باش تكون طبيب أو جراح هذا يكلف أموال باهظة بالنسبة للدولة الجزائرية، لكن هذا الطبيب يعني اهتمامه الآن هو بالوضعية الاقتصادية. أنا قلتها من خلال تدخل في الإذاعة الجزائرية، قلت أن إذا ما اهتميناش بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفاعلين في قطاع الصحة لن ننهض بقطاع الصحة. لكن اللي راه مشجعنا في هذا الأمر أن لمسنا الصدق والنية لرئاسة الجمهورية لتحسين الوضعية الاجتماعية للأطباء، تنقص الميكانيزمات، وهذه إن شاء الله في المستقبل هذا هو الاهتمام. فالطبيب الجزائري كاين مشكلة على الهجرة يعني بالنسبة للخارج، وكاين مشكلة ما كانش بزاف اللي عادوا إلى الجزائر أيضا، هذا تاني مشكل لأن ما عندهمش المعادلة، يعني مش في كاين أطباء راهم في أحسن أنظمة في العالم، لكن كي يرجع حنايا ما يقدرش يكون عنده المعادلة لأنه هو طبيب جزائري. يعني طبيعة أن نرجع إلى الأم الوطن، إلى الجزائر الحبيبة، فإن شاء الله نشد رصيد رئيس الجمهورية باش يسهل لنا المهمة، لأن كاين أطباء بزاف عندهم نية الآن للرجوع إلى الجزائر، لكن عندنا مشكل في المعادلة. هو السيد الرئيس كان عمل عشاء على شرف الجمعية، احنا الهدية نتاعنا هو الاستقبال، يعني ما عندناش هدايا مادية او احنا ما ناش طالبين هذا الشيء، احنا الاستقبال كأب بالنسبة للجزائريين، كأب روحي بالنسبة للجزائريين، هذا يشجعنا، وهذا الاهتمام هو يعني اعتراف بمجهودات المجتمع المدني، وهذا يعني ان الدولة الجزائرية ضعيفة، الدولة الجزائرية قوية، لكن انا نقول لهم دائما كيما الاب او الام، يعني رغم ان كي كبروا ولو يكون عندهم الامكانيات انت تحب تساهم معهم. المجتمع المدني في كل الدول كاين مجتمع مدني وعطى اهتمامات كثيره لهذا المجتمع المدني في عديد من الـ يعني عطى تعليمات للاهتمام بالمجتمع المدني، وخاصه الجاليه الجزائريه اللي متواجده في الخارج، فهذا لقى اهتمام كثير، وحنا خلانا شجعنا باش ان شاء الله نكملوا في الحملات التطوعية الطبية الجراحية على مستوى الوطن. هل كان فيه وعد من قبل رئيس الجمهورية أمر من رئيس الجمهورية؟ يعني هما عطاونا تعليمات في رئاسة الجمهورية على أساس أن تكون هناك تسهيلات بالنسبة للجمعية. لمسنا هذه التسهيلات، لكن كما قلت لك تنقص بعض الميكانيزمات، لأن رئيس الجمهورية يعطي التعليمات، لازم من بعد كاين الناس هي اللي تقوم بهذه العملية، مش رئيس الجمهورية هو اللي غادي يهتم بهذا المشكل تاع المعادلة أو المشكل تاع، يعني لازم مصالح وزارة الصحة تأخذ يعني هذا الكلام تاع رئيس الجمهورية على أساس أنها تطبقه في الميدان، ولكن قلت لك تنقص الميكانيزمات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا. فيه جمعيات جزائرية أنا الحقيقة انبهرت بالعمل اللي قاموا به، يعني لسوليداريتي والتضامن تاع الشعب الجزائري هذا مش غريب عليه، لكن كاين جمعيات كانت تنشط قبل الكوفيد ونشطت يعني في الكوفيد، منها جمعية أصدقاء المريض اللي موجودة في ولاية البيض لبيض سيد الشيخ، واللي يقوموا بعمل جبار في إطار الصحة. هذه جمعية كانوا يعني يعملوا أيضا عمليات جراحية نوعية، يقوموا بفحوصات طبية،
يهتموا حتى بالمناطق يعني اللي داخل الصحراء. فهذه جمعية تستحق يعني أنها دعم. هذه ترأسها صديقي الزعيم وهو زعيم حقيقة. فعند كاين جمعيات يعني مستوى عالي هنا في الجزائر. كاين أيضا جمعية في ولاية تيارت في سوبر، في جمعية تهتم باليتامى وتهتم حتى بالجانب الصحي، جمعية الأيتام من شاقر الاسم لكن فيه جمعيات قوية. فيه جمعية في بشار أيضا تعاملنا معها، فيه جمعية أيضا في ورقلة، يعني عندنا مكتب جهوي في ورقلة، فيه صديقنا هناك يترأس هذه الجمعية. ففيه جمعيات ساهمت مساهمة فعلية وكنا تعاملنا معهم، تعاملنا مع جمعية العلماء المسلمين أيضا، تعاملنا مع جمعيات أخرى على المستوى الوطني. فهذا التكافل وهذا التضامن بين الجمعيات هو اللي يساعد المريض الجزائري. بالنسبة لي أولا يجب عدم إهمال دور المجتمع المدني لأنه هو الذي يدق ناقوس الخطر. فيه جمعيات متخصصة في بعض الأمراض حتى الأمراض النادرة، فلازم نسمع لهم. يعني مصالح وزارة الصحة لازم تهتم بها الجمعيات كجمعية أصدقاء المريض، يعني لازم يكون اهتمام لجمعيات أخرى لمتخصصة. هذا الجانب الأول. ثانيا يجب الاهتمام بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لعمال قطاع الصحة، هذا مهم. وأيضا فيه بعض المستشفيات فيها أطباء في المستوى لكن تنقص الأجهزة، إذا لازم يكون اهتمام أيضا بهذا الجانب. وأنا نظن باللي هذه الثروة الإنسانية العلمية بين الأطباء الجزائريين الموجودين في الخارج والأطباء أخوتهم هنا في المستشفيات واهتمام الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية نقدر ننهض بهذا القطاع. إذا اهتمينا بهذه النقاط فنظر أن الجزائر ستكون رائدة في هذا المجال وفي ظرف قصير بإذن الله.